بس هيتوقف هنا عند النقطة دي. بس نرجع تاني برضو لمقال الأستاذ عادل النعمان، وهو زي ما ضيف الكريم كان بيقول هو ده ترجمة اللي احنا وصلنا له النهاردة، ومقال الأستاذ عادل النعمان في مصر اليوم. هل نحن في حاجة إلى كل هذه الفتاوى؟ احنا بنتكلم على رقم مفزع، 1300 فتوى معروضة أمام دار الإفتاء أو اتعرضت أمام دار الإفتاء في 2020، أكثر من 2019 ب 200,000 فتوى. وأنا طرحنا عدة تساؤلات. أولا، ده ما دوله ايه؟ هل احنا فعلا محتاجين نعرف، محتاجين يعني نعرف امور ديننا، وده بشكل او باخر يعبر عن جهل ديني فعايزين نتثقف، ولا ده برضو معنى الفتاوى دي كلها بتدور حوالين ايه؟ معايا ضيفتي الكريمه استاذ الفقه المقارن الدكتوره سعاد صالح. اهلا بيك دكتوره سعاد. اهلا بيك. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك. طبعا يا حضرتك طبعا استاذه برامج الفتاوى على الفضائيات لسنوات طويله وما زلتي، ومعايا ضيف الكريم استاذ وائل لطفي. عايز اطمن الاول بس على صحتك. طمني بس الاول، بس انا بسلم على وائل. اهلا وسهلا. بقول له انا زعلانه منك جدا 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 من هنا لغايه ما دي في الانتاج الاعلامي. لا ما اقدرش على ما كنتش اعرف انك عيانه والله. لا ما اقدرش. لا لا يعني حتى لو ما كنتش عيانه يعني. حاضر. يعني ما تسالش على امك يعني. لا معاكي حق والله، انا لسه بقول للاستاذ احمد. ده كلام يا وائل يعني. لا حاضر معاكي حق. وما نسالش الا في حاله المرض يا وائل، مش بيبقى في تواصل بينا ولا لما نكون عايزين شغل بس يا وائل. لا والله خلاص، هو طلب رقم تليفون حضرتك وهديه له على طول. دكتوره سعاد من الشخصيه. واخبار الاسلام ايه يا وائل؟ الحمد لله تمام الحمد لله. هنا ولا بره؟ بره. دكتور سعاد طمني قوي بس صحتك، اخبارك ايه؟ طمني المشاهدين اخبارك ايه؟ الحمد لله احسن الحمد لله. الحمد لله. طب بدي كان دلوقتي على يعني المقال الاستاذ عادل النعمان اللي كان بيتكلم فيه هل نحن في حاجه الى كل هذه الفتاوى. عجبني جدا المقال ده الحقيقه. طب ده مدلوله ايه يا دكتور؟ هل ده مدلوله ان احنا فعلا يعني محتاجين نعرف، وده الرقم الكبير ده معناه برضو ان في هناك جهل ومحتاجين نتثقف؟ ويعني لو عملت لي كده احصاء سريع على هذه الفتاوى بتدور حوالين ايه؟ اتفضلي سريعا. العيان عجبني كلام الاستاذ عادل ان المفروض العدد ده كله كان يتصنف. نعم. كذا كذا خاص بكذا، عدد كذا خاص بكذا، لكن انا بحس ان اكثر فتاوى دار الافتاء بتبقى فتاوى تلقائيه من عندهم دون ان يسال احد عنها. يعني لمجرد بصراحه يعني اللي اقول لك ايه؟ مجرد الشهره يعني ان دار الافتاء بتقوم بدور كذا وكذا وكذا. سواء كانت الفتاوى سياسيه او كانت اجتماعيه او ما فيش حدث سياسي بيحصل الا ما بنلاقي كلام من المفتي او كلام من دار الافتاء دون ان يسال احد يعني. واحيانا يعني الكلام ده يعني الناس ما بتقبلوش لانه بيبقى مرتبط بتوجه معين يعني. العدد ده مدلوله ايه يا دكتوره؟ يعني ال 1300 فتوى دول في النهايه شايفاهم بيبقوا يعني ده معناه ان احنا حريصين على امور ديننا، ولا بتشوف العكس ان هو ده نوع من الجهل، ولا ده نوع من ايه؟ لا لا لا، لا ده في ناس بيسالوا عن كل شيء يعني، حتى يسالوا عن ابسط المعلومات يعني. وده انا بعتبره الحقيقه يعني نوع من تضييع الوقت برضك يعني. المفروض ان احنا نسال الحاجات اللي بيترتب عليها اثار خطيره لو انا جهلت بيها او ما عرفتهاش يعني. نعم. لكن هم اعتبروها نوع من انواع التسليه. الشيخ فلان عنده كاريزما معينه فيعوزوا ان هم يسالوه باستمرار على اسفل الاشياء، واحيانا بلاقيها حاجات مكرره يعني. طب يا دكتوره سعاد، مثلا الفتوى اللي صدرت من دار الافتاء الخاصه بتحريم التورته الجنسيه اللي حصلت في احدى النوادي او الانديه، انت شايفه ده الاهتمام بهذه الامور وندخل فيها حلال وحرام دي زياده؟ لا 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 اطلاقا، احنا ادينا الموضوع ده يعني اكثر من حجمه بمنتهى الصراحه. والموضوع ده فيه اساءه يعني للسيدات الفضليات يعني ده اللي نشوف، انما الاعمال بالنيات. القصد كان هنا ايه؟ القصد كان في عيد ميلاد وفي نوع من انواع التسليه بينهم وبين بعض، ما فيش الجنس الاخر كان قاعد معاهم يعني. فهي يعني الحياء من الايمان، لكن هم عملوها بقصد التسليه وبقصد الضحك والفرفشه وكده يعني. فالحقيقه يعني المفروض دار الافتاء مع احترامي الشديد لدورها اللي بتقوم بيه يعني تكون كده يعني تقيله.
يعني 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 تحشر نفسها في الحاجات فعلا اللي ليها تأثير للوزن المواطن. يعني دكتورة سعاد، لكن المواطن حيبوا ايه ان قعدوا شوية ستات في الجزيرة وعملوا وعملوا، بالعكس بقى مواقع الاتصال هتبدأ بقى تنشر وتنشر ونكبر المسؤول. لا يعني انا الحقيقة ضد هذا الموضوع. يعني انت ضد يعني المبالغة في تجريم ده، بس انت شايفاه ده يعني نوع من التسلية اشاعة دكتورة. من انواع اشاعة الفاحشة، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة. يعني النشر هو اللي ضايقك انه موجود في نادي وفي اطفال وفي سيدات واعضاء تناسلية محطوط ناس بتاكلها وبتهزر. يا دكتورة ينفع الكلام ده؟ يعني بتهزر بينهم وبين بعض يا احمد؟ يعني هو في نادي يا دكتور، يعني المرح مطلوب برضك يعني، بس هو اللي خلى الموضوع انقلب الى الجرم ده هو اذاعته والاهتمام بيه. هو احنا صورناه عمليه كده مره في قاعده تسليه كده، ما كانتش هتعمل الحاجات. طب سؤال اخير ليك يا دكتور، لو انت قاعده في النادي ولقيتي بعض السيدات الفضليات هيك بتقولي عليهم بيمرحوا بيمزحوا بيهزروا وبيتسلوا على الترابيزه اللي جنبك وبياكلوا ده، يعني هتتحكي معاهم وتهزري ولا هتعملي ايه؟ لا والله انا هقوم يعني انصحهم نصيحه كده بهدوء دون ان انشر هذا الموضوع. يعني نعم، يعني احنا مش عايزين اشاعه الفاحشه في المجتمع، احنا مش ناقصين يعني. نعم، انا بشكرك جدا دكتورة سعاد. اذا هذا الرقم محتاج يتصنف فين 1300 فتوى دار افتاء، شيء يخض يعني. طب هنرجع تاني بقى.